الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله هم الذين يشربون الخمر ويسرقون
قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، ولكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون الا تقبل منهم، اولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. معاشر المسلمين، اللهم في اقامه الصلوات فلا حق في الاسلام لمن ضيعها. غضوا عن محارم الله اسراركم، واصوموا عن القيمه والكرم ازينتكم، لا تصوموا اياكم بالاثام والمحرمات، وطهروا وطهروه من الفجور والمنكرات، لا تهدموا بنيانا شيدتموه من رمضان بمحور المعاصي فيحر عليكم سقفه من فوقكم. قال الله تعالى: ايود احدكم ان تكون له جنه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، أظهروا في هذا العيد سروركم ولا تجددوا فيه ما مضى من أحزانكم. أحيوا في هذا العيد بالرحم وفضا، واستمروا الخلاف فيه مودة وقربا، أصلحوا فيه شقاقكم واجمعوا فيه شتاتكم، فإنه لا يدخل الجنة قاطع للأرحام، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. قال تعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصرتهم وأعمى أبصارهم. أكرموا جيرانكم وأطعموا جائعكم وأدخلوا السرور على نسائكم وأطفالكم فيما أباحه الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، معاشر النساء، انتن وصيه النبي صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاه والسلام: استوصوا النساء خيرا. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا امر للازواج والاباء والاخوه وغيرهم، ان يستوصوا النساء خيرا، وان يحسنوا اليهن، وان لا يظلموهن، وأن يعطوهن حقوقهن، ويواجهوهن ويوجهوهن إلى الخير، ويوجهوهن إلى الخير. فالحكم قربة للعين، فرقها واجب وحبها إيمان، والبنت فيزة للفؤاد، والأخت حب ووداد، والزوجة سند وعتاد. فاستوصوا بالنساء خيرا، والمرأة علاج للأسرة المسلمة، وذخيرة للأديان المؤمنة، بصلاحها أما وأختا وبنتا، يسمو الرجل وينبل أبا وأخا وابنا. معاشر المسلمات، زينتكن التقوى والحياء والحجة والعفاف. احذرن من جمال مدعى وزينة متوكلة. قال تعالى: وأن يستعففن خير لهن. إلزمنا أخلاق المؤمنات، ولباس الصالحات، وحلية الطيبات، ولباس التقوى ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. أيها المسلمون، أديتم فرضكم وأطعتم ربكم وصمتم شهركم، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الاعمال. وعيدكم مبارك، افرحوا بفطركم كما فرحتم بصومكم، جعل الله سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وزادكم في عيدكم فرحه وحبورا وبهجه وسرورا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا
ثبت أقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين. اللهم وفق أمير هذه البلاد وولي عهده إلى ما تحبه وترضاه. ربنا اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. تب یاد آئے آجا جلدی آجا چل مرغا مرغا يا مرحبا يا مرحبا يا تو ابھی ختم ہو گیا عید عید کا نماز ہو گیا سب کو رمضان مبارک باد اوڑی سب کو عید مبارک ہاں السلام علیکم السلام علیکم یہ بھی لگائے گا عید مبارک لے 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 تو بھی لے 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 ہاں ہاں خلاص سلام کیسا بڑھیا ہے نا ٹھیک ہے بڑھیا ہے ہو گیا عید مبارک عید مبارک عید مبارک ٹھیک ہے اوکے ابے آ جائے ادھر میں آ جائے حسابیہ مرغا آجا ادھر سامنے میں بھی آجا ارے ابو جان 5 كيلو
आ जा रहा वे आ जा हमारा लगता गाड़ी इधर पर है इधर में गाड़ी पर لولو كدر بي عاد 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 आजो आजो السلام عليكم عيد مبارك كيف حالك بريا ترى چہرہ پہ مسکان دے دو كيسا بنيا ها عيد مبارك السلام عليكم عيد مبارك انا ايسا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله آجو 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 انہوں نے کہاں چلا جا کدھر میں کھڑا ہوگا جماعت کھڑا ہو گیا آجا آجا بھائی جوتا نکال لے آجا Yeah.